وبخصوص جولتنا المعتادة في المحافظات، خلينا نتابع تنفيذ أسواق حضرية ضمن 1616 مشروع داخل قرى حياة كريمة. أما في بني سويف في إنشاء لإدارة تقليل الفاقد لتعظيم الاستفادة من فاقد الحملات الميكانيكية بأسيوط. كمان معنا انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بمنطقة وادي ماجد بمطروح، ومحافظة المنوفية تقرر مد فترة تسليم الشهادة الصحية شهر ونصف. أخبار تانية من محافظات متعددة نتعرف عليها مع حضراتكم في سياق العرض التالي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن محافظة بني سويف شهدت تنفيذ أسواق حضارية داخل القرى اللي بتنفذ بداخلها مبادرة حياة كريمة، وبتشمل المبادرة قرى مركزي بيبا وناصر بواقع 66 قرية رئيسية في المركزين، وبتشمل تنفيذ نحو 1616 مشروع في مركزي بيبا وناصر. وتم تنفيذ عدد من الأسواق الحضارية المطورة بعدد من القرى، منها بهبشين والرياض بمركز ناصر وسوق قرية سدس بمركز بيبا. محافظة أسيوط أعلنت عن إنشاء إدارة تقليل الفاقد كإدارة جديدة داخل ديوان عام المحافظة لتعظيم الاستفادة من فاقد الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وكافة مشروعات المحافظة لمنع إهدار المال العام. انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية اللي نظمتها مديرية الصحة بمطروح بمنطقة وادي ماجد التابعة للإدارة الصحية بمطروح، بهدف تقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول للمواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجاً. محافظة المنوفية أصدرت قرار بمد الفترة المقررة لتسليم الشهادة الصحية لمدة شهر ونصف من تاريخ تقديم ولي الأمر لملف نجله بالمدرسة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء أمور الطلاب، وتعميم تلك القرار بجميع الإدارات التعليمية الخاصة بهذا الشأن حفاظاً على المنظومة التعليمية. محافظة الجيزة شهدت تنفيذ أعمال مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف المريوطية اللي بتضم أعمال إنشاء كباري مشاة وتبطين للمصرف في إطار الاهتمام اللي بتوليه الدولة بالمصارف المائية لتعظيم الاستفادة منها والتسهيل على المزارعين، وتم بدء تنفيذ أعمال القواعد المسلحة للمشروع اللي بيضم عدد 12 كوبري مشاة في الاتجاهين أعلى مسار المصرف على مسافة كيلو لكل كوبري مشاة لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين. مديرية الطب البيطري بالبحيرة أكدت أنه خلال أسبوع بلغ إجمالي عدد المعالج من الماشية في مختلف التخصصات 21909 حيوان، وبلغ عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين قافلتين بإجمالي عدد 350 حيوان معالج، كما تم الاشتراك في القوافل العلاجية المجانية بمركزي أبو حمص وكوم حمادة تم خلالها علاج 350 طفيليات خارجية. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أعلنت قطع المياه اليوم الثلاث عن عدة مناطق في مركز ومدينة الطود بالأقصر لمدة 6 ساعات بسبب أعمال تطهير وتعقيم الخزان الرئيسي بمحطة مياه الطود المدمجة، وده من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 4 فجراً، وهتؤثر عملية التطهير على إمداد المياه على المناطق الآتية: مركز ومدينة الطود، قرية الحسينات، نجع مكي، نجع أبو بكر، ونجع العمدة.